مرحبا في قناتكم قناة روزا تشانل وفيديو جديد عن مسلسل القضاء. قبل ما نبدأ حط لك للفيديو سبسكرايب للتشانل، شير الفيديو ده كتير، فعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله على القناة. عاملين فرع انستجرام، تنسوش تعمل سبسكرايب لقناة التانية، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. يلا بينا نبدأ. في الفيديو ده هكلمكم عن مسلسل القضاء وخبر صادم، فكملوا الفيديو للآخر. مسلسل القضاء المسلسل القوي جدا اللي من بطولة بينار دينيز وكان أغلو، واللي بيتكلم عن جريمة قوية جدا واللي قصته مختلفة عن مسلسلات كتير بتتعرض خلال الفترة دي، وده على حسب كلام الكاتبة. فمسلسل القضاء قايم على متابعة المشاهد للمسلسل وحله للألغاز، مش بس مسلسل وخلاص المشاهد يتفرج عليه. وده اللي كان فارق معاها من قبل ما تكتب المسلسل، انها تخلي المتابع يتفاعل مع المسلسل مش يتفرج عليه. وفي خلال الخمس حلقات قلب كل تركيا وكل البلاد تقريبا بدأت انها تركز معاه، والمتابعين بدأت انها يتحلل في الاحداث. وصل النجاح كبير نوعا ما، زي ان حلقات المسلسل نسبة مشاهدتها على اليوتيوب كبيرة جدا، فالحلقة الاولى في شهر واحد فقط حصلت على نسبة مشاهدة 8,400,000 ويمكن اكتر. فالمسلسل محبوب ومشهور جدا، ونسبة مشاهدة الحلقات بتكون من اعلى النسب يوم عرضه، يعني مسلسل لا غبار عليه. لكن الصدمة اللي انتوا داخلين الفيديو عشانها هو ان مسلسل القضاء اتعرض على ممثل مشهور كان المفروض ان هو يمثل دور البطولة بدل من ممثل كان، وكان هيوافق لكن اشترط شرط ان يكون المسلسل محدود لموسم واحد حتى لو حقق نجاح كبير. وشركة القمر واللي هي شركة الانتاج ما قدمتلوش اي ضمانات انها مش هتمط في احداث المسلسل وتعمل اكتر من موسم، عشان كده الممثل ده رفض الدور، وكان اخد المسلسل مكانه وبقى يلعب هو دور البطولة في المسلسل. والممثل اللي رفض الدور ده هو الممثل شتاي أولسوي، الممثل القوي والشاطر جدا. انا شايف ان هو هيكون شاطر جدا في انه يمثل دور البطولة لمسلسل القضاء، وهيكون اقوى كمان من كان. شتاي فاهم ان المسلسل ما يستحملش ان هو يتصور اكتر من موسم، لانه لو حصل له كده هيكون في احداث مط كتير وهيكون مسلسل سيء، وممكن مطه في الاحداث هيأثر على نجاحه اللي حصل في الحلقات الاولى. عشان كده قرر ان هو يحط شرط في قبوله للمسلسل انه يكون لموسم واحد فقط. لكن شركة الانتاج طبعا كانت عارفة ان المسلسل هينجح، عشان كده تقريبا رفضت بشياكة شرط شتاي ان المسلسل ما يستمرش لاكتر من موسم، وكان مصر دور البطولة مكانه. أنا في نظري الممثل كان متفوق في الدور اللي بيلعبه ومؤدي الدور بشكل قوي جدا، أما شتاي كان هياخد القصة في مكان تاني كعادة مسلسلاته، زي مثلا مسلسله في الداخل كان بيلعب دور شرطي بكل قوته. عشان كده أنا اتصدمت لما عرفت أن شتاي رفض الدور. اكتبولي انت كمان في الكومنتس، هل اتصدمتوا أن شتاي تعرض عليه الدور ولا لأ؟ وهل لو شتاي كان وافق على الدور كان هيكون اجمل من كان، ولا كان مأدي الدور بطريقه جميله؟ وبس كده يكون الفيديو خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اكتبوا رايكم في الكومنتات. لو عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوا في الكومنتات وانا هرد عليكم. تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، تفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله على القناه. باي باي.